فاتن محمد عبد المولى محمد، بكالوريوس تجارة. أنا لما اتخرجت ما اشتغلتش في مجالي خالص لأن كان صعب أشتغل فيه، مع احترامي لكل البكالوريوسات التجارة طبعا يعني. بس أنا حبيت مجاله وحبيت أمشي فيه وأنجح فيه. أنا لما حبيت أشتغل في مجال اخترت حاجة بحبها وأقدر أنجح فيها. اوكي ماشي كده يعني مظبوط. لما حبيت ادخل عالم الاعمال او ابقى صاحبه مشروع دورت على حاجه اقدر احبها واقدر انجح فيها، رغم ان هي حاجه ممكن تكون صعبه على اي بنت يعني ان هي تشتغل فيها او تمشي فيها، لان بدايه يعني بدايه انك تكوني صح يعني توصلي لمرحله صاحبه مطبعه او رائده في عالم الدعايه والاعلان، تبقى زي وكاله زي وكالات الاهرام او الوكالات الكبيره بتاعه الدعايه والاعلام دي، بتبقى صعب لحد ما معهوش يعني ما يقدرش الماديات عشان خاطر ابقى وكاله كبيره زي دي، ممكن محتاجه 2 مليون حاجه زي كده عشان اخد مقر واعمل الكلام ده كله. فحبيت اجيبها من البدايه خالص، جبتها من انا بدات اشتغلت مندوبه الدعايه في انا طبعا بدايتي كانت في اسكندريه، مندوبه ان هو انا كنت بجيب الكروت اجيب الشغل الف على العملاء بنفسي، وفي ده في البدايه لغايه ما عرفت ازاي انزل السوق ازاي اجيب شغل ازاي اروح وكده. بعد كده دخلت على مرحله اللي هي ان انا ازاي انفذ الشغل بتاعي اللي انا اجيبه، لان كنت بجيب الشغل واروح لمطابع تنفذه لي، فبدات ان انا اجيب شغل وانفذه لنفسي يعني. واحده واحده بقى بتدريجي لغايه ما وصلت ان انا بقيت يعني ما كنت العملاء صغيرين، بقيت اتعامل مع شركات كبيره مع مستشفيات، دخلت ان انا اخد مناقصات يعني نجحت لغايه ما بقيت صاحبه مطبعه، وان شاء الله يعني متطلعه ان انا اوصل ان انا طول عمري هدفي ان ابقى زي الوكالات الكبيره اللي بيبقى لها حق امتياز، وان شاء الله باذن الله عندي امل ان انا اوصل زيهم باذن الله يعني. حد عنده اي اسئله؟ في مشاكل واجهتك في يعني من اول لما ابتديتي فكره المشروع لغايه لما ابتديتي تقفي على رجلك في المشروع يعني شويه؟ بالنسبه للمشاكل اللي واجهتني هي ان انا ممكن اكون لسه خريجه جامعه وبنت وانزل اشتغل مندوبه، بحيث ان انا اروح ادور على المحلات. طبعا البني ادم لما يكون لسه بادئ بيدور على الصغير عشان يكبر يوصل للكبير، فكنت بروح مثلا الف على محلات كوفريت كل جميع انواع المحلات الصغيره اللي انا ابدا معاها وافهم ازاي ان انا ابدا الشغل الكبير، فدي كانت بتبقى صعبه بالنسبه لاي حد، لان في الغالب كنت بتروح اماكن يقول لك مش عايز، يقول لك لا 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 انا عملت شغل، واحد تاني يقول لك بتعامل مع مطبعه، فدي كانت مشكله في البدايه يعني انك تستمر وتتنش يعني تقاوم وتروح وتيجي وتستحمل ده وده كان شيء صعب شويه يعني. بس الحمد لله ان الواحد عنده هدف وجواه يعني ان هو ناجح في المجال، رغم ان في البدايه ما كنتش ناجحه فيه قوي يعني ما كنتش بحقق مكاسب ماديه، بس على الاقل كنت مستمره يعني مستمره في الشغل، بيجي لي شغل، كنت عامله في البدايه عملت 100 كارت وبقيت الف اوزعهم كل اسبوع على الاقل واحد يتصل انا عايز شغل، فبدات واحده واحده ان انا ده انا مطلوبه، في ناس عايزه شغلي، في ناس بتطلب، ومن هنا بدات يعني انتشهر وكده والناس كتير تعرف شغلي. اما بالنسبه في مشاكل تانية اللي هي مع العملاء، في ناس كنت اعمل لها فلوس شغل وما يدونيش فلوس، كان يتلكك باي حاجه ده في خطا، ده قصه الكارت، ده الفاتوره ناقصه رقم، الكلام ده كله عشان ما يدفعش. في الحاله دي خلاص مش هقعد اخد اشاكل معاه، كنت بسيبه واشوف غيره. ما اي حاجه لازم تبقى فيها خساره ماديه يعني، بس مش معنى كده ان انا خلاص وقفت عند ضرب معين لا مش هكمل شغل، لا انا هقف، ده الناس بتضحك عليا تاخد فلوسي، لا كنت بعديها لان كل شغل فيه مكسب وفيه خساره.
جت عليا فتره جت عليا فتره بس صممت ان انا اكمل برضه، لان انا كان جوايا حاجه، جوايا حاجه ان انا ناجحه في المجال ده، لان البني ادم لازم يقنع نفسه حتى لو فاشل يقنع نفسه انه ناجح، هيحس بالنجاح جواه ويديله دفعه ان هو لازم يدور ولازم يستمر في المجال. قعدت فترة حوالي 7 شهور، 7 شهور ألف في الشوارع مندوبة. هي بالنسبة لي أنا ما زلت لغاية دلوقتي إن أنا بنزل مندوبة، بس طبعا كل فترة وليها إيه العميل بتاعها. يعني أنا دلوقتي أنزل مندوبة لشركة من الشركات الكبيرة، لكن ما نزلش المندوب محل أو حاجة من الصغيرة اللي أنا بدأت معاه. مصدر تمويلك للمشروع في الأول اعتمدت عليه من نفسك ولا من جهة دعمتك؟ أول حاجة مش شرط نجاح المشروع يكون رأس المال أو الفلوس، لأن أنا لو قلت لك الرأس المال اللي بدأت بيه مش هتصدق. أنا بدأت رأس المال تقريبا ب 150 جنيه نفذت بيها، على الأقل كنت بنفذ بيها تكلفة الكارت العادي، كارت الدعاية اللي هو صغير ده. فالشغل مش شرط يكون رأس مال. فيما بعد كنت باخد شغل كبير قوي، يعني تكلفته لما وصلت الشغل بيوصل لآلاف الجنيهات. كنت بجيب الشغلانة ما مشيهاش، كنت بتعامل مع العميلة لأني أنا مطبعة، وطبعا كان في كذا مطبعة بتعامل معاها، باخد الشغل أروح له بص لو سمحت أنا جبت ده بس أنا معيش سيولة أنفذ الشغل، طب كام عمولتي كام نتفق انا وهو العموله مثلا. ما كنتش بقل عن 20% بينفذه هو، وبس انا اللي ببقى متعامل مباشر مني للعميل وبينفذه واسلم الشغل عميل وحصل اسلمه، اهم حاجه ان الشغلانه ما تروحش مني، لغايه ما ايه ربنا يكرمني واعمل مبلغ وما، والحمد لله يعني برضو وصلت الفتره دي. في البداية عشان تبدأ مشروع مش لازم انك تكتر عدد العمالة. انا هقول لك على حاجة، انا لو اكلمك على بدايتي في بداية المشروع انا ما كانش معايا عمالة، انا كنت بعتمد على نفسي، انا كنت التسويق التنفيذ الادارة كله، بس لان مشروعي من نوع خدمي، يعني انا كنت بروح اجيب الشغل ارجع انفذه واسلمه للعميل، فكنت قايمه انا بدور كله، بس ده عشان خاطر انا ما معيش راس مال، فكان لازم اعمل راس مال عشان اجيب عماله اجيب مكان. بعد سنه بالظبط كان معايا، كنت وصلت ان انا بقى معايا 3 عماله. الثلاثه عماله انا كنت عامله له مرتب وعموله، لان عامه احنا لازم العموله بتدي تشجيع لاي اي مندوب انه يشتغل. ايه اللي خلى مشروعي هو اللي يكسب في الجائزه الاولى؟ اول حاجه لان مشروعي انا اللي عاملاه بايديا، يعني انا بداته من الالف للياء زي ما بيقولوا، يعني انا اللي بدات مندوبه وصلت ان انا بقيت صاحبه شركه، وصلت ان انا صاحبه ان انا بعمل مطبعه، فكل مراحل مشروعي انا كنت ماشيه فيها. كان في لجنه تحكيم طبعا، وكان في دراسه جدوى انا اللي عاملاها لنفسي، تختلف تماما عن الناس اللي عامله دراسات جدوى، يعني لما تبقى الحاجه انت اللي صنعها بايدك مشوار كفاح انت مشيته، لما تيجي تعمل دراسه الجدوى بتاعته بتبقى تكتب اللي انت عملته بالفعل، لكن لما تروح لمحاسب او اي حد يعمل لك دراسه جدوى فبتبقى معروفه. ثانيا لجنه التحكيم، كان يعني في لجنه تحكيم طبعا بيبقى لها اسئله خاصه وحاجات خاصه، فطبيعي بيكونوا الناس دي لجنه التحكيم اكيد ناس خبره، ففاهمين اللي قدامهم، هل هو اشتغل المجال ده، هل هو مرسو، هل هو يعني رائد في مجاله، هل هو النجاح ده بايديه، هل هو النجاح ده اتفرض عليه او حد اسس له المشروع وحطه هو مدير ليه، فكل ده بتحتمه لجنة التحكيم. حضرتك شايفة ايه الميزة اللي موجودة في الشغل بتاعك اللي بيميزك عن الباقيين؟ يعني اشمعنى انت اللي نجحتي واشمعنى انت اللي استمرتي في الموضوع ده؟ في كده كتير ناس كتيرة برضو بتبدأ مبالغ صغيرة وبتبدأ برضو هي اللي بتكتب، بس في الاول
يعني في نص الطريق كده بيقفوا لانه مش مفيش جدوى بالنسبه له. انت ايه اللي خليك تكملي وايه اللي شايفه ان انت الميزه بتاعتك عن الباقي؟ الشيء اللي خلاني استمر وما يأسي لو من اي موقف قابلته، اول حاجه ان انا مؤمنه ان انا ناجحه في المجال، ثانيا ان انا عندي هدف لازم اوصل له، مش شرط اوصل له ازاي، لان لو بصيت للصعوبات اللي هقابلها عشان اوصل لهدفي عمري ما كنت اوصل له. ثانيا النجاح مش تحقيق فلوس، النجاح استمرار، يعني لازم تكون مستمر مش تحقق فلوس. يعني كتير الناس اللي بتقول لك بدات مجال ما واشتغلت فيه وحققت مبلغ مادي بس لقيت المجال مش جايب همه زي ما بيقولوا فبيقف ويفرح بالفلوس وبيلغي المجال، فده بيعتمد على ان المجال فلوسه خلاص، وده بيسموه عامه يعني ده زي اللي هو سبوبه، يعني جات له شغلانه عمل منها قرشين حلوين وساب المجال وما كملش فيه. اكيد طبعا، ما اقول لك على حاجه، هدفنا الاول ان احنا نحقق مكسب، بس لو بصيت للمكسب دلوقتي او انا لسه بادئه يبقى انا كده فاشله وعمري ما هوصل. فانا اهم حاجه ان انا استمر كل يوم، اسمي على الاقل بيعرفوه اتنين جداد، بيعرفوا عميل جديد بضيفه لنفسي، بدخل عميل، بدخل شركه، بتعرف على ده، فانا كده مستمره. لكن ممكن قد اكون مستمره ومش ما بحققش مكسب مادي بس مستمره. انا اساسا يعني قبل ما اخد الجائزه انا كنت صاحبه شركه دعايه واعلام، اسست مكان، خدت مقر، بقى عندي ستاف كامل في الشغل من مصمم لتنفيذي لتسويق لمندوبين كل ده، بس كان لازم يكون عندي اكمل المنظومه بتاعتي بمطبعه. فبالنسبه للجائزه استغلها في ان انا اجيب مكان، بالاضافه ان انا كمان جبت مكان تاني عشان ابقى عندي مطبعتي كامله متكامله. شركة؟ لا، انا طول عمري حابه ان انا ابدا لوحدي وانتهي لوحدي، يعني عشان الشراكه في الغالب بيبقى فيها مشاكل كتير وخاصه في المجال الخدمي. المجال ده كتير قوي بيشتغلوا فمنافسينك كتير قوي، بس انت يعني عشان تشتغل مجال وتنجح فيه لازم تعمل لنفسك فيه ميزه. الميزه اللي انا عملتها هي ايه؟ ان انا بصيت، يعني كتير الناس بتعاني على فكرة، أي حد بيشتغل مع واحد دعاية وإعلام بيعاني كتير قوي، بس أنت أنا دورت إن أنا الناس دي بتعاني من إيه أو إيه المشكلة اللي بتعاني منها. في ناس بتعاني من السعر، وفي الغالب بيعانوا من تأخيرها في المواعيد وعدم الالتزام والحاجات دي. فأنا بدأت إن أنا ممكن أضحي بعدد كتير من العملاء، يعني أبقى أشتغل مع 2 ولا 3 بدل ما أشتغل مع 10، بس أبقى ملتزمة مع الاثنين أو الثلاثة بمواعيد التسليم، وبلاش العشرة دول اللي هخلف مع ده وهخلف مع ده وهخلف مع ده والاخر هخسر كله. انا ما خدتش كورسات، بس اكتفيت ان انا اخد الخبرة من صحاب الخبرة زي ما بيقولوا، يعني كنت بدور على الناس اللي شغاله في المجال ده واروح اشتغل عندهم، عشان كان لازم اشتغل عندهم عشان اشوف الناس دي بتشتغل ازاي، بتخطط ازاي، بيسوقوا منتجهم ازاي، الحاجات دي كلها كانت لازم تفيدني في مجالي يعني. فكنت بدور اي واحد مكتب دعايه ولا انا عايز مندوب، كنت بروح واقدم كاني رايح عايزه مندوب اشتغل عنده خلاص، اشوف هو بيضيف ايه، بيوجه ازاي، بيقول اعمله ازاي، ايه الجديد في عالم الشغل بتاعه. وما كنتش بستمر اكتر من اسبوع لان داخله عايز اخد معلومه مش عايز اخد مكسب مادي. بالاضافه ان في حاجه تانية، انا لما جيت اعمل مطبعه انا رحت اشتغلت في مطبعه شهرين، اشتغلت عامل في مطبعه، ده الكلام ده قريب من 3 شهور. تقريبا الرابعه اللي هتبدا دي 4 سنين. المشروع بدا يجيب لي عائد وربح من سنه، ربح حسيت ان انا بقى عندي فلوس، فتحت حساب باسم الشركه في البنك، الكلام ده كله من سنه.
فأهم حاجة عشان تشتغلي في مجال لازم تشتغلي فيه انت بأيديكي قبل ما تعمليه. يعني انا مثلا لما فكرت اجيب مكان طباعة انا ما افهمش عنه حاجة لان اتعودت ان انا اروح انفذ عند الناس اللي عندها مكان طباعة، ففكرت ان انا اروح اشتغل على مكان الطباعة ده عشان اعرف انا هعمل ايه وبيشتغل ازاي صيانته ازاي حاجات كتير قوي، الاحبار ايه نوعها، المكنه تشتغل قد ايه، ايه العامل، ايه المطلوب ازاي، عشان ما فيش ما يجيش بعد كده اجيب عمال ويلعبوا بيا او ما فهمش هما بيعملوا ايه او بيقولوا ايه وابقى كده يعني مش فاهمه حاجه. فاي واحد هيعمل مشروع لازم يروح يشتغل فيه بايده قبل ما يروح يعمله. مثلا في واحد جاي بيعمل لي كارت، يعني حضرتك جيت وقلت لي انا عايز كارت مط وش وظهر، الكارت ده كل الناس بتعمله وممكن يروح لاي حد يعمله، بس انا ما اعملهوش الشكل اللي هو عايزه، اسيبه ويقول لي كل تطلعاته انا كنت بعمله لانه كده كده عامله قبل سابق، انا كنت بعمله عند فلان بيدولي في اسبوع التصميم عليه، انا كنت ممكن اصمم واديله الكلام ده كله، اقول له لا انت هتقعد مع الديزاينر هيصمم لك الشكل بتاعك وبعدين الشكل ده مش كويس احنا هنعمل لك شكل. فكنت بحاول ان انا اعمل له حاجه تخليه تشده حاجه جديده في اللي هو متعود عليها او الشكل اللي هو متعود عليه، لان في الغالب يقول اه ده انا لو عملت جديد في حاجتي السعر كده هيغلى عليا، لا 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 انا مش عامل مش عايزه اجدد شكل الكارت، حلو كده كارت ب 20 جنيه بدل ما اعمل شكل جديد او اصمم جديد او اضيف وكده التكلفه تعلى عليا. لا بقول له اقعد هتعمل نفس الحاجه وحاجه جديده وانضف وشكل شيك شويه وبنفس السعر. فدي كانت بتخلي الواحد لان عامه الشعب المصري بيخاف يجدد علشان التكلفه ما تعلاش عليه، لان هي التكلفه بس شويه لمسات هو ما بيلاقيهاش عند اللي هو بيتعامل معاه قبل كده. حتة تانية برضو الوقت والانتظام في تسليم شغلك، يعني في الغالب الناس يعني لأي حد أنا بتعامل معاه الأول مرة بيجي آه على فكرة أنا كنت بعمل مع فلان بس سابني عشان خاطر ما بيلتزمش معايا في الميعاد، آه طب إيه يعني ميعادك إيه أو كده، يقول لأ أنا بيقول لي 4 أيام دي 10 أيام هتلتزمي معانا بالمواعيد هنشتغل معاكي، مش هتلتزمي خلاص إحنا هنجربك وهنسيبك. فاللي زي ده بحاول على قد ما اقدر ان انا ارضيه واديله شغله في نفس الميعاد، بس في نفس الوقت ما ازنقش نفسي، يعني الشغل يبقى اخد 4 أيام اقول له بص 3 أيام وتيجي تاخد شغلك، لا اقول له بص معاك 5 أيام وهتستلم شغلك. فالحته دي بتضيف لي عميل جديد برضو ارباح داخله للشركه، ميزه برضو بيروح برضو يدخل لي عميل غيره وغيره، لان هو بمجرد اه ده التزمت معاه، لا يا عم سيب الراجل اللي بتشتغل معاه ده انا هبعتك لواحد بيعمل شغل وهتخلص على طول وكويسين جدا والديزاينر بيعمل لك ومقابلتهم حلوه وحاجات كتير عندهم. فببص الاقي ان انا زودت عدد العملاء ونجاحي في السوق هو ان انا عدد العملاء بتوعي يزيد وارباحي تزيد، مش ان انا يعني تم كتير بشغالين، مش ميزه مش شرط اقدم ميزه يعني ان انا اعمل حاجه مبتكره جديده، نجاح اي حد ان هو يدخل اكبر قدر واكبر عدد من العملاء واكبر عدد ارباح للشركه بتاعته. البروجكت نفسه ان انت تعمليه كله في الاول الواحد بيبقى شويه خايف انه هيبتدي يحط فلوس ويعمل مش عارف ايه، بتلاقي البيت كله يقولك لا لا خليكي زي ما انت مثلا في شغلانتك اللي انت فيها وكملي ودي مضمونه وانت بنت، وبعدين ايه لا في عيشه وفي مش عارف ايه، انت لو عملتي الحاجات دي هتبتدي تنسي بقى دنيتك ومش عارف ايه، فبيبقوا الناس شويه نيجاتيف عليكي قوي. فهل ده كان موجود ولا كانت العيله بتسابورت مثلا او صحاب او الناس اللي حواليكي اغلبهم؟ بصي اللي خاف من الفشل عمره ما هينجح، ولو قعدت تحسبي للمكسب وتحسبي للخساره وانا ممكن اخسر عمرك ما هتنجحي، حتى لو كان راس مالك وانت هتبداي بشركه ملايين عمرك ما هتنجحي. فالثقه بالنفس وعدم التفكير في الفشل. الناس اللي حواليا، لا ثقتي في نفسي خلتني ما سمعتش لحد رغم ان انا قابلت مواجهات كتير من العيله، ايه ده مندوبه هتنزلي تروحي تجيبي كروت هتروحي للناس ده يقول لك الله يسهلك والكلام ده كله، لا 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 عيب مش عارفه ايه ده انت بنت انت طول النهار تلفي في الشوارع الكلام ده كله. لكن الواحد عنده ثقه في نفسه وعنده هدف فما كانه ما بيسمعش الكلام ده كله،
يسمع من ناحية ويطلع من ناحية تانية زي ما بقوله. اكيد طبعا اكيد اكيد. بصي هي بتبقى نقطه تحول، انه كان بيقول لك عليك انت فاشله، ايه اللي انت عاملاه ده، شوارع وتشتغلي في الشارع وتروحي للدول ده. فدلوقتي الواحد اثبت ان هو قد الحاجه او قد الفكره بتاعته او قد المسؤوليه بانه نجح في مشروعه. في سؤال بيقول ما هو المعيار او الاسس التي الذي يجعل مشروعك فاز بالجائزه، مع العلم ان فكره المشروع ليست جديده، فهل معنى ذلك انه لا يشترط ان يكون فكره المشروع جديده بقدر ان فكره المشروع نافعه للناس وناجحه؟ احنا قلنا ان اي مشروع ناجح هو ان راس المال الارباح بتاعته بتزيد، عدد العملاء بتاعه بيزيدوا. مش نجاح المشروع ان هو في ناس كتير شغاله زيه في السوق، ما هو في ناس بالفعل شغاله في السوق، يا اما الناس دي ساعت وتعبت لما نجحت مشروعها، يا اما الناس دي شغاله على قدها. يا لان انا كل واحد بيبقى له فكره وبيبقى له اهدافه، يعني ممكن واحد عمل مشروع لا انا على قد كده مش عايز اكبر من اكتر من كده. فنجاح المشروع هو ان زياده راس الارباح بتاعته وزياده عدد العملاء، مش انه في ميزه او ان المشروع لازم اقدم ميزه عشان ابقى ناجحه في مشروعي. لا طبعا لازم اكون ناجحه في مشروعي ان انا مشروعي بيطلع في الطالع كل يوم بيزيد، بيدخل لي عميل جديد كل يوم، ارباحي بتزيد بتاعي، فهو ده نجاح المشروع، مش ان انا كل يوم اقدم ميزه. طب انا ممكن اعمل كل يوم اقدم ميزه في مشروع وفي الاخر شهر اتنين هلاقي نفسي نتيجه الفشل. هو في سؤال بيقول ما هي الميزة التنافسية لمشروعك وعايزة تبقى ايه فيما بعد. هو انا من اول ما بدأت مشروعي طول عمري ابص لوكالات الاهرام الكبيرة، زي الاهرام زي تو ام زي وكالة طارق نور، طبعا الوكالة الكبيرة دي كلها، الناس دي انا قعدت ادور واشوف الناس دي بدايتها ايه. الناس دي كانت بدايتها صغيرة جدا، فده خلى عندي امل كبير ان انا لازم ابقى ان انا هبقى في يوم ان شاء الله يعني هبقى زيهم، لان هم ما بداوش كبار، وعشان لو بداوا كبار كان هيبقى استحاله ان انا ابقى زيهم، لكن كلهم بداوا صغيرين فليه لا ما ابقاش زيهم. لا 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 انا ما قدمتش. لا المعيار اللي خلى مشروعي انا فاز في المسابقه دراستك ليه بص هي لو بصيتي في المسابقه، مسابقه افضل فكره افضل مشروع صغير قائم وناجح، يعني المشروع صغير وقائم وناجح ومتطلع للنجاح، وده بناء على دراسه جدوى ولجنه تحكيم احنا كنا فيها. لا 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 انا اول مره قدمت فكره، بس الفكره كانت كبيره قوي، وحتى لما استشرت الناس قالوا لي الفكره اكبر منك بكتير. هي الفكره حاليا اتنفذت اساسا،
اللي هي فكرة الدفع بالتليفون، بس الكلام ده كان من 3 سنين فما قدمتهاش، وقفت عن تقديم الفكرة لأنها كانت كبيرة فما قدمتهاش. أنا قدمت أفضل مشروع قائم وفزت، ما قدمتش 3 مرات ولا حاجة، هي مرة واحدة بس اللي قدمتها. أنا اللي عملت دراسة الجدول نفسي لأن المشروع مشروعي، يعني عايز أقولك زي الأكلة اللي أنت عملتيها، لو عملتي بيتزاية مثلا وجيت أقولك عملت البيتزاية دي إزاي، مش أنت اللي عاملاها، هتكتبي المكونات، جبت دقيق، جبت كذا وكذا وكذا وكذا، والآخر عملت كذا ودخلته الفرن وطلعت حطيتها في الطبق، حطيتها على السفرة بقت بيتزاية. فالمشروع مشروعي، بدأت بقد كده، عملت قد كده، السنة الأولانية بقيت فين، الثانية بقيت فين، الثالثة بقيت فين. فدراسة الجدوى هي اللي بتحدد، مش شرط ان المشروع يكون متميز، مش شرط يكون ناجح، يعني عشان خاسر نقدم في انطلاقة ونفوز بمسابقة او نفوز بالجائزة لازم نقدم حاجة سبيشال محدش عمل زيها متميزة، او عشان خاطر اعمل مشروع وانجح فيه لازم يكون محدش عمل زيه، لا طبعا. انت ممكن تدخلي في مشروع فيه ملايين في البلد عاملين زيه، بس لما انت تكوني عندك هدف انك تنجحي زيهم هتنجحي فيه رغم ان هم شغالين فيه برضه. فالنجاح ما بتوقفش على انك في ناس عامله، في ناس شغاله في المشاريع دي، الحاجه دي صعبه عليا، راس المال مش معايا. عمر راس المال ما كان سبب في انك تعملي مشروع او نجاح، لان ناس كتير قوي معاها فلوس ما بتعرفش تشتغل ولا تعمل بيها حاجه. اي سؤال؟ احنا عاوزين نشكر الاستاذه فاتن عبد المولى. اولا على فكره بس عشان تبقوا عارفين انه فاتن عشان تيجي تتكلم معانا وتقول لنا قصه نجاحها جايه لنا مخصوص من اسكندريه، فبجد احنا عاوزين نحييها جامد جدا.